بهدف العمل على تنظيم المحتوى والوقاية من انتشار المعلومات المضللة، تعمل المفوضية الأوروبية على صياغة محتوى في قانون الخدمات الرقمية لتعزيز إجراءات حماية القُصّر والأطفال من مخاطر الإنترنت، وذلك من خلال وضع مجموعة موحدة من اللوائح التنظيمية وتطبيقها في مختلف بلدان الاتحاد الأوروبي. فعلى مدى الأسابيع القليلة المقبلة ستعمل بروكسل على الحصول على مدخلات تركز على حماية القُصّر على الإنترنت، وخاصة في سياق قانون الخدمات الرقمية والإبلاغ عن أي مواد تحمل خطراً على الأطفال. بموجب هذه التعديلات المقترحة في قانون الخدمات الرقمية، سيتم فرض وضع إرشادات لمساعدة المنصات عبر الإنترنت في تلبية المتطلبات اللازمة لتوفير مستوى عالي من الخصوصية والسلامة والأمان للقاصرين. وستوفر هذه الإرشادات قائمة غير شاملة بالممارسات الجيدة والتوصيات لمقدمي المنصات عبر الإنترنت لمساعدتهم على التخفيف من المخاطر المتعلقة بحماية القاصرين. المفوضية الأوروبية تهدف من خلال هذه التعديلات الوقائية إلى تطوير المبادئ التوجيهية على أساس المصلحة الفضلى للطفل وتقليل الآثار السلبية المحتملة للأطفال عبر الإنترنت. ومن أبرز بنود قانون الخدمات الرقمية الأوروبية منع استهداف المنصات الرقمية للأطفال بالإعلانات، وهو ما تستند عليه غالبية الألعاب الموجهة للأطفال والتي لا تنظر في كثير من الأحيان إلى محتوى الإعلان ومدى مناسبته للأطفال. وفي هذا الصدد يحق للمفوضية الأوروبية فرض عقوبات على الشركات التقنية عند الانتهاكات.